أحلى أحلى صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة أو من جزيرة سيميريوني، شبه جزيرة سيميريوني. هذه قريبة طبعا، هذه على بحيرة غاردا، ومكان جميل جدا. يعني اللي دائما اللي بيجون فيرونا من الأفضل أنهم يسكنون في هالمكان ويأخذون. وهذا لسان بحري، هذا لسان بحري سيميريوني داخل البحيرة، فنادق كله فنادق. تصوروا البارحة دورت فيه ما لقيت، 100% محجوز. المشكلة اللي بيه المكان لي يوم السبت والأحد والأيام العادية، الأيام العادية فقط، زحمة بشكل ما تصورونها على الشارع، على الخط، يعني على الخط قبل لا تدخل في اللي تشوفه في المدينة، كل مكان زحمة. مكان حلو جدا، خصوصا ليون فيرونا أنصحهم ما يسكنون في فيرونا، يسكنون هنا لأن هذا قريب من فيرونا، يمكن 30 كيلو، 25 كيلو. طبعا بركن سيارة تقدر تأخذ الباخرة وتزور الجزر اللي في بحيرة غاردا، تقدر تأخذ الباخرة وتصير إلى مدينة فيلاجو، مدينة جدا جميلة، أو ميناغيو في الطرف الثاني. هاي بحيرة غاردا تعتبر أكبر بحيرة إيطالية، طبعا مياه عذبة وفيها في النص عدة جزر. آسف يا أخوان، مو فيلاجو على بحيرة كومو وميناغيو على بحيرة كومو، بس اللهم الجزر تقدر تزور آخر البحيرة هناك، مدينة غاردا ديريفا آخر البحيرة من الشمال. احنا الحين في الجنوب والبحيرة جاية على شكل مثلث، وفي عدة طبعا قرى على البحيرة، ليموني بحيرة مدينة ليموني دي غاردا صوب اليسار. شوف البحر وين تبركن، هاي محطة من محطاتها المهمة جدا على هاي البحيرة. هاي قلعة سيميريوني، طبعا هاي السيارات ما تدخل من هالمكان، ما تعدي للقلعة هاي الا يا اما حاجز في اوتيل خلف القلعة يا اما من سكان المكان. هاي يعني مكتب التشيك الشرطة، فندق جراند دائما متميز، الماركة هاي 5 نجوم، اللي يبغى يدلع نفسه ما في كلام. يعني اذا شفت اسم جراند وخمس نجوم خلاص لا تشيك بعد على لا. هذا الكافتيريا مشهور جدا، ومن زمان مال عصير ومال فواكه. بنصور حق السنابيين. محل العالم كله هنا ما شاء الله عرفوا المكان هذا. اللي يسألني يا اخوان عن تركيا، ليش ما اروح تركيا، ما سافر تركيا؟ تركيا انا سافرتها قبل لما كان اردوغان يبيع عصير ويبيع فواكه هيك الايام، وسافرتها بعدين. لكن ما شاء الله يعني تركيا ما يحتاج انا اروح اغطيها، العالم كله مركز على تركيا مغطي، فما له داعي. يعني لو بروح ما بستطيع اصور بعد، ما شاء الله يعني ما حد ما غطاها تركيا من اولها لين اخرها. اخوان العرب يعرفون تركيا، خصوصا الاخوة السعوديين، اكثر عن الاتراك نفسهم، صدقون ان اكثر عن الاتراك، ما شاء الله عليهم. هذا ردي على اللي يقول لي ليش ما تروح تركيا. اما اللي يقول لي ما تروح البرازيل وامريكا الجنوبية، اخوان هذه مو مال
مما العوائل ما تصلح الواحد يروح لها، حتى الشخص بنفسه يخاطر إذا راح البلدين هاي. هاي دول كلها مافيا وكلها عصابات. أمريكا الجنوبية خلوا بالكم، لا تخاطرون بنفسكم. شوفون أنتوا، شوفوا اكتبوا لقطات سرقة في الشوارع في البرازيل، عيني عينك في ريو دي جانيرو سرقة، يسرقون الشباب الأولاد هاي اللي يسرقون الأجانب. هاي بلدين هاي مو الواحد يزورها يا جماعة. أمريكا بالنسبة لأمريكا الشمالية وكندا، كندا جميلة جدا. أمريكا يعني تشوفوا أمريكا تحتاج إلى فيز صعبة، فيزته مو بصعبة يعني، لكن شغلة طويلة. تعالوا وليش رايح ولي. وبعدين تذاكرها كثير غالية. وبعدين أمريكا مو مثل بتقول مثل النمسا، مثل سويسرا، مناظر حلوة وغرى يعني طبيعة. أمريكا لا، أمريكا أكثرها يعني دولة مدن. تروح مدن لاس فيغاس، تروح نيويورك، تروح الأماكن شيكاغو، الأماكن هاي دولة مدن. بالنسبة حق كندا جميلة بعد، لو أنها لكن فيها طبيعة وفيها بحيرات. كندا أجمل من أمريكا، أجمل من أمريكا كثير يعني. منو خلنا نذكر اليابان والصين يا أخوان، وكوريا. اليابان بالنسبة خصوصا اليابان، هذا السنتر طبعا نمشي بالسنتر. اليابان يا أخوان أول شيء بعيدة، ثاني شيء كله بالياباني، لغتهم اليابانية في المترو في القطار. صعب جدا تحصل حد يتكلم إنجليزي، يعني مو مجهزين عمرهم حق السواح، مو عاملين حسابهم للسواح. بلد جميلة اليابان، بلد جميلة جدا، لكن أول شيء بعد المسافة وغلاء التذاكر، وبعدين صعوبة التفاهم معهم. حالة حال الصين. الصين ترى في أماكن خطيرة جدا من العصابات، يعني في أماكن خطيرة، بس اللهم بكين، كوانسو، شنغهاي، الأماكن هاي، الأماكن اللي فيها الشلالات يا أخوان واللي فيها الأشياء الطبيعية بعيدة تراها. وبعدين مدن يعني الواحد لازم يعمل حسابه، يأجر حد معاه للقة ولا، وفي نفس الوقت للحراسة. في بعض المدن في الصين في صحفانيل تكونجز في البحر. هذه بحيرة غاردا واللي تعتبر من كبرى بحيرات إيطاليا. بنصور حق السناب. واصل تصويرنا. هذا البيت المشهور بهالشجرة الورد هاي على الموسم، نفس كل ما كل سنة سبحان الله هذا الورد. وقت ما ينتهي الموسم هذا، هاي الشجرة تي بس تم عروق بس على البيت. شوفوا هذا صار علم مميز في سيرميوني. نصور حق السنابيين. طبعا في مجموعة فنادق يا اخوان، وانت تمشي يك على يدك اليسار وعلى يدك اليمين، وفي الخلف اخر السيتي سنتر فيه كذلك فنادق 5 نجوم و4 نجوم. من مدينة سيرميوني هذا المحل المميز رقم 64.
سيرميوني، هذا محل التحف والهدايا، هذا المحل المميز. شوف الأشكال اللي بيها، تماثيل، حيوانات، أسماك. وهذا البيت الاستثنائي، لا 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 لا